السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أطفال؟ هيا نتعلم يا أطفال حرف جديد وهو الراء. أعطني جملة مفيدة تبدأ بحرف الراء. راء. أحسنتم، راء رأس. من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. الطالب الأول المجتهد علي حافظ، هيا يا علي. أحسنت يا علي، تصفيق حال الطالب علي حافظ. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ الطالبة المجتهدة ريهام شاطر، هيا يا ريهام، اكتب لنا حرف الراء يا ريهام. أحسنت يا ريهام، تصفيق حال الطالب ريهام شاطر. هيا يا أطفال، أرى الطلاب متحمسين اليوم، من يكتب معي حرف الراء؟ الطالب أحمد نصر الله، هيا يا أحمد، اكتب لنا حرف الراء يا أحمد. أحسنت يا أحمد، تصفيق حال الطالب أحمد نصر الله. هيا نتعلم يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ الطالبة جنى شاطر، هيا يا جنى، اكتب لنا حرف الراء. أحسنت يا جنى، تصفيق حال الطالبة جنى شاطر. هيا يا أصدقاء، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. الطالب أحمد معاز، هيا يا أحمد، اكتب لنا حرف الراء يا أحمد. أحسنت يا أحمد، تصفيق حال الطالب أحمد معاز. أحسنت يا أحمد. هيا يا طلاب، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. الطالبة ليلاس خمطماني، هيا يا ليلاس، اكتب لنا حرف الراء يا ليلاس. أحسنت يا ليلاس، تصفيق حال الطالب ليلاس خمطماني. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. ما شاء الله، الطالب الصغير محمد سيدو، هيا يا محمد، اكتب لنا حرف الراء. أحسنت يا محمد، تصفيق حال الطالب محمد سيدو. هيا يا أصدقاء، من يكتب معي حرف الراء؟ ما شاء الله، الطالب زكريا سجان، هيا يا زكريا، اكتب لنا حرف الراء يا زكريا، تصفيق حال الطالب زكريا سجان. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ الطالبة شام دياب، هيا يا شام، اكتب لنا حرف الراء يا شام. أحسنت يا شام، تصفيق حال الطالبة شام دياب. من يكتب معي حرف الراء؟ الطالب إبراهيم سجان، هيا إبراهيم، اكتب لنا حرف الراء يا إبراهيم. أحسنت يا إبراهيم، تصفيق حال الطالب إبراهيم سجان. هيا يا طلاب، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. ما شاء الله، الطالبة فضيلة الشيخ، هيا يا فضيلة، اكتب لنا حرف الراء. أحسنت يا فضيلة، تصفيق حال الطالبة فضيلة الشيخ. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. أريد الطالب عبد الملك سجان، هيا يا عبد الملك، اكتب لنا حرف الراء. تصفيق حال الطالب عبد الملك سجان. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. ومن يصل معي حرف الراء بالراء؟ أنا. الطالبة الصغيرة آيات الله هنداوي، هيا يا آية، صلي بين الراء بالراء. أحسنت يا آية، تصفيق حال الطالبة آيات الله هنداوي. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. الطالب بكري عقاد، هيا يا بكري، اكتب لنا حرف الراء يا بكري. أحسنت يا بكري، تصفيق حال الطالب بكري عقاد. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أريد الطالب الصغير محمود جلالاتي، هيا يا محمود، اكتب لنا حرف الراء. أحسنت يا محمود، تصفيق حال الطالب محمود جلالاتي. هيا يا طلاب، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. أريد الطالبة الصغيرة المبدعة حلا تدنجي، هيا يا حلا، اكتب لنا حرف الراء يا حلا. أحسنت يا حلا، تصفيق حال الطالب حلا تدنجي. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. ما شاء الله الطلاب متحمسين اليوم، أريد الطالب عبد المنعم تدنجي، هيا يا عبد المنعم، اكتب لنا حرف الراء يا عبد المنعم. أحسنت يا عبد المنعم، تصفيق حال الطالب عبد المنعم تدنجي. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. الطالبة ريان تدنجي، هيا يا ريان، اكتب لنا حرف الراء يا ريان. أحسنت يا ريان، تصفيق حال الطالب ريان تدنجي. هيا يا أطفال، من يكتب معي حرف الراء؟ أنا. الطالب الصغير المبدع محمد عيشي، هيا محمد،
اكتب لنا حرف الراء يا محمد. احسنت يا محمد. تصفيق حال الطالب محمد عائشة. هيا يا اطفال سؤالنا للكبار الان، من يصل الحروف التي تشبه بعضها البعض؟ الطالبة شام حلي. هيا يا شام صلي بين الهمزة بالهمزة. احسنت يا شام. تصفيق حال الطالبة شام حلي. هيا يا اطفال من يصل الحروف التي تشبه بعضها البعض؟ الطالب الصغير نور الدين عبطيني. هيا نور الدين صل بين الخاء بالخاء. احسنت يا نور الدين. تصفيق حال الطالب نور الدين عبطيني. هيا يا اطفال من يصل الحروف التي تشبه بعضها البعض؟ الطالب الصغير المبدع محمود حلي. هيا يا محمود صل بين الراء في الراء. احسنت يا محمود. تصفيق حال الطالب محمود حلي. هيا يا اطفال من يكتب معي حرف الراء؟ الطالب الصغير وليد حلي. هيا يا وليد اكتب لنا حرف الراء يا وليد. احسنت يا وليد. تصفيق حال الطالب وليد حلي. هيا يا اطفال من يصل الحروف التي تشبه بعضها البعض؟ الطالب الصغير المبدع حسام مراشي. هيا يا حسام صل بين الراء في الراء يا حسام. احسنت يا حسام. تصفيق حال الطالب حسام مراشي. هيا يا اطفال من يصل الحروف التي تشبه بعضها البعض؟ الطالب المبدع الصغير محمد قطان. هيا محمد قطان صل بين الخاء والخاء. احسنت يا محمد ما شاء الله. تصفيق حال الطالب محمد قطان. هيا يا اطفال من يكتب معي حرف الراء؟ الطالب عبد القادر حلي. هيا يا عبد القادر اكتب لنا حرف الراء. احسنت يا عبد القادر. تصفيق حال الطالب عبد القادر حلي. هيا يا اطفال من يكتب معي حرف الراء؟ الطالب عماد الدين حلي. هيا يا عماد اكتب لنا حرف الراء يا عماد. احسنت يا عماد. تصفيق حال الطالب عماد حلي. هيا يا اطفال من يصل الحروف التي تشبه بعضها البعض؟ الطالب المبدع المتقن زيد مراشي. هيا يا زيد صل بين الجيم في الجيم. الجيم بالجيم. احسنت يا زيد. تصفيق حال الطالب زيد مراشي. هيا يا اطفال من يصل الحروف التي تشبه بعضها البعض؟ الطالب محمد عطا قرمو. هيا محمد عطا صل الحرف ذال بالذال. احسنت يا محمد عطا. تصفيق حال الطالب عطا قرمو.